كل عام وانتم بخير. أطلق البنك المركزي بالتعاون مع شركة كينت تطبيق إيديتي، والتطبيق من اسمه أنك تقدر تحول عياديك حق من تحب وانت في البيت، هذا حفاظا على سلامتك وسلامتهم. التطبيق جدا سلس وسهل، التسجيل فيه مجرد رقم تليفونك وراح توصلك رسالة الOTP، وأيضا تضيف بطاقة الصرف الآلي داخل برنامج علشان تحول حق 5 أشخاص بضغطة زر. التطبيق موجود على iOS وأيضا موجود على الأندرويد. احنا في البنك الأهلي تمنى لكم عيد سعيد.